السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعلى للجامعات يعلن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2020 و2021. قبل ما تدخل الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وفعل زر الجرس. قرر المجلس الأعلى للجامعات اليوم وبشكل رسمي تنسيق القبول بالجامعات الخاصة للعام الدراسي القادم 2020 و2021 ونظام الشرائح وفقا لمجموع كل طالب بالثانوية العامة. وجاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين وترأسها وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وحضر الاجتماع الأمين العام للجامعات الدكتور صديق عبد السلام. وتقدم السيد الوزير لجميع الجامعات الأهلية والخاصة بالشكر لنجاحها في تنظيم الامتحانات والتزامها الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وجاء تنسيق القبول بالجامعات الخاصة على النحو التالي: أولا، الطب البشري 95%، ثانيا، الصيدلة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان 90%، ثالثا، الهندسة والطب البيطري 80%، رابعا، علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والفنون التطبيقية 70%، خامسا، لغات وترجمة وإعلام واقتصاد وعلوم وسياسة 60%، سادسا، الزراعة وباقي الكليات 50%. وخلال الاجتماع طالب الوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار باستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد مع اضطراب نتيجة الثانوية العامة، وأعلن أن العام الدراسي الجديد سيبدأ 17 أكتوبر المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.